السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليكيب، مرحبا بكم معنا مرة أخرى، واليوم مباشرة من الطريق الوطني رقم 77 ألف، الرابط بين مدينة فرجيوة ومدينة العلمة. مدينة فرجيوة تابعة لولاية ميلا، ومدينة العلمة اللي تابعة لولاية السطيف. على كل حال، مدينتين معروفتين. صراحة إن أنا الطريق هذه مشيتها عدة مرات، يعني شحال من مرة مشيتها، وللأسف كنت نمشيها في الليل، اونيكمون في الليل. هذه أول مرة. بالك يا وليدو، بالك الطريق. وهذه أول مرة راح نمشيها في النهار، وصراحة يعني مناظر يعني بزاف شابة. الله يبارك، سبحان الله، يعني بلد القارة والله الذي لا إله إلا هو. اللي ما سافرش وما شافش الدول منه ما يعرفش قيمة وجمال الجزائر. الجزائريان، ها، حزب الفجر في الشجرة، يعني ما كفاهمش يلصقوا لي زوتوكونو لي زافيش ان بو بارتو، في الحيوط، في الجوامع، في لي زاري. زادوا راحوا للسجر، تحير فيهم الناس هذيك كيفاش راهي تريزوني. جو راباك هكا كلي هكا كلي كي تشوفو انت هكا في السجر تقول اه وي، هذا يحب الطبيعة. قلت يعني بلاد كيما الجزائر والله غير، يعني اللي ما سافرش والاخر ما يعرفش قيمتها، يعني سبحان الله. انا هادو الاماكن يعني صراحه بون دوكا عندي ممكن ارتباطات اللي خلاتني ندي بلاسي وكذا، سينو الانسان ما يقدرش يعرف يعني، ولا يسمع ولا يشوف روبورتاج اليتيمة ولا التلفزيون الجزائري وتقول يعني سبحان الله، تقول راك عايش في باطا، ما يهضروا على والو. ما يدير لك روبورتاج على الصحراء، ما يدير لك روبورتاج على البحر، ما يدير لك روبورتاج والو. الأشرطة زيرو، السياسة، الشيتا، الاخبار، الافلام القدم اللي ما عندهم حتى معنى، يعني حاشا الافلام الجزائريه اللي الله يبارك لاج دور تاع السينما الجزائريه. يعني نهضر المسلسلات ما على باليش التركيه، يعني والشعب الجزائري، يعني معظم الشعب الجزائري ما يعرفوش. تلقاه احنا في الجزائر يخرج من حومته ما يعرف والو، ما يعرف لا برج بوعريريج، ما يعرف لا أقبو، ما يعرف لا القل، ما يعرف لا منيعة، ما يعرف لا أراكي، ما يعرف لا تيميمون، ما يعرف لا الباهية، ما يعرف لا عيون الترك، لا يعرف تلمسان ولا الغازاوات، والو مغلوق. يوم بليز دو شوف، سبحان الله، يعني قمة في الجمال، وقمة في يعني مين فريمون تتمتع. شو سبحان الله، صراحة أنا نهضر معكم وراني كما يقول لك بوش بي، ما من الناس ما شاء الله، حتى تقول سافرت عبر الزمن، الناس نوايا سيرفيا بلي يقصروا ويفرحوا بالناس. انا دوكا كان عندي بروبليم، راهي 37 دوغري، قريب 48 دو لا استغفر الله، قريب 38 دوغري، مي فريمون واحد السخانه انكرويا. صار لي بروبليم في كليماتيزور، مشعلو هكاك مين والو. الو فيريفيتلو لو فيلتر، لقيت لو فيلتر مبوشي كاع.
الوغ ديسيد نحيتو هكا، قلت لا بروميير ستاسيون ولا الفولغانيزاتور الاول نخدمو. كيما كان الحال لقيت تما واحد ستاسيون لافاج تاع يوصلوا السيارات وما شابه، حبست عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي العاصمة. قلت له وي. قال لي الله يبارك. قال لي مرحبا بكم قد. ومن بعد قلت له فوالا، قلت له عندي بروبليم في الـ في الـ في الفلتر تاعي. قال لي ماشي مشكل. قال لي جيبو تشوفو هكاك. شافو قال لي بلي على اسكو مداري تشوف ليه. قلت له نو سي. قلت له سي لا بروميير فون تشوف ليه، فهادي السياره تاع العمل على كل حال. قلت له شوف له لي كدا الاخر، يعني قعد مدة 10 دقائق حتى ربع ساعه هو يخدم فيه، يعني يشوف لي وينفض ويعاود يشوف لي ويعاود. كي كمل جبت دراهم. قلت له الاخ، قلت له الاخ شحال فضلك؟ بدا يضحك. قال لي نخليك في السخانه. قال لي ابدا. قلت له لا. قلت له معليش دي حقك. يعني صراحه هادو امورات مبشره. هذه العلاقه يعني الانسان هو كان قادر يقول لي 10,000 وتخلص حكايته لتماك. مي هو اختار انه يعطي لي يعني صوره جيده. اسمع هاي لا بروف راني نحكي عليه، وممكن لدرجه اني داير الفيديو على جاله. يعني هو باين انسان بسيط ولا عامل، ماشي قال الانسان اللي جاز. هادو اللي جاز حنا اللي راهم خاصنا في وقتنا. هذا التلاحم، هذا الرحمه اللي تكون بين الناس. ربي سبحانه ما يضيعناش. الشتاء تصب في عز الشتاء، في الصيف في عز الصيف تصب الشتاء. من ديجاس كيما هادو تاع ريان ديتو، هو دركا سوفلالي الفيلتر وراح، وانا ركبت الفيلتر تاعي ورحت. ما على باليش اسكو هذه الدنيا نزيد نتلاقى معاه ما نزيدش. دركا راني نحكي في حكايته والناس يشوفوها، ممكن الناس تدعي له بالخير، ممكن وانا ندعي له بالخير. يعني بارك الله فيه، ان شاء الله ربي يبارك له في رزقه ويزيده. مالقي انجز تاع والو. كاين الناس راح يقول لك اوه هذا تاع ريان ديتو داير حكايه. مي نو، راكو غالطين. الامورات البسيطه هذه هي اللي حتى هي اللي تصنع الفرق، يعني تصنع في الفرق ودير لا ديفيرونس بين الناس. كان قادر يقول لي الفرق دير الفرق، الفرق دير الفرق. على كل حال هذه صفة من الصفات يعني اللي لاحظتها. تانيك الناس تفرح بك، الناس تروح ما يعرفوكش يفرحوا بك، يسقسوك كدا. الاخر منا سقساوني قالوا لي كيفاش تزاير الأزمة تاع الماء، كيفاش درتو معاها كدا منا ملهي. قلت لهم رانا كيما نتوما، غادي اللي يقدر دار سيتيرنا، اللي ما قدرش ما دارش وهي رايحة. نعودوا للتريب تاعنا هادي. يعني حبيت ندير لكم هذا الفيديو صغير باش تعرفوا يعني الناس يعني فريكومون يجوا للعلمه، العلمه مقصوده ولا الفرجيوه. تسمى طريق كيما هذه يعني فريمون يقدر الانسان يجي يحوس، يجي يتمتع. شوفوا يعني ما شاء الله. تمنيت نحبس لكم مي مالوزمون الوقت ما راهوش في صالحي، راني شويه مسروق. ما قلت ما بارطاجي معكم، نشارك معكم هذه المناظر وتكون عندكم فكره. اللي حب يجي، اللي حب هذه، نعاودوا نذكروا هذه الطريق الوطني رقم 77 الف. الرابط بين مدينة العلمة ومدينة الفرجي. فوالا الحمامة. الحمامة، قرية الحمامة، عين الكبيرة، بني عزيز، جميلة جميلة. شبونس كو ما كاش ما يعرفهاش اللي فيها الاتاري تو تاع الصيف. فوالا
إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله، السلام عليكم.